يسعد صباحكم على القاهرة الإخبارية، حلقة متجددة بحضراتكم وبإذن الله من خلال الموضوعات اللي هنناقشها ونشارككم فيها النهاردة خلال الساعة في صحبة شيرين. صباح الفل. صباح الخير يا جاد، وأنا بستمتع جدا بصباح جديد برفقتك وبمواضيعنا الجديدة واللي بتلف حول العالم. بنتمنى لجميع مشاهدينا نهار مليء بالتفاؤل والأمل. طيب، واحدة من الموضوعات اللي هتبقى جزء من حلقتنا النهاردة وربما بتفيد أو بتهم كثير من الناس، هتكلم عن دراسة نشرتها مجلة لانست العلمية اللي أشارت لأنه أعداد المصابين بفقر الدم حوالين العالم ارتفع بشكل غير مسبوق، وأنه ربع سكان العالم تقريبا في الوقت الحالي بيعانوا من مشكلة فقر الدم. إيه أسباب ده وإزاي ممكن نحمي نفسنا من مرض فقر الدم؟ ده اللي هنعرفه مع بعض في حلقتنا النهاردة. صحيح جدا، موضوع كتير مهم خصوصا الأطفال والنساء، وتغير الحياة بتحس عم بتأثر كتير على الأمراض المستجدة، يعني على صحتنا كمان بشكل عام. صحيح. وكمان رح نتطرق لموضوع مهم اليوم، هو عودة مهرجان الدولي لموسيقى الشباب بالعاصمة المغربية الرباط من جديد بعد ما توقف 3 سنين بسبب أزمة فيروس كورونا. وهنعرف مع بعض النهاردة أكتر عن فعاليات هذا المهرجان اللي بينطلق بكرة، وأهم ما بيميزه ويميز هيدي الدورة، يعني وهي رقم 10 من المهرجان، وشو بميزها لازم نعرف عن الدورات اللي مرقت. بص، رقم 10 انا بتفائل بيه. ان شاء الله يجيبوا اهداف، ده رقم الهدافين، فالشباب ان شاء الله يشرفونا في المهرجان. يعني انت اهم ما يشغل بالك فقرات الرياضه، بحسها المميزه اللي قالك يا جاد. احنا بنتكلم عن الصحه، فالرياضه حلوه. هنتطرق لها اليوم، بس بنطلب من حضراتكم تتابعونا بصباح جديد. ويبتدي يوم جديد، شمس تنور كل طريق، نهاركم سعيد بابتسامة تجعل الخير والرزق يزيد. نبدأ فقرات صباح جديد بفقرة الطقس وموجة من ارتفاع درجات الحرارة وظواهر جوية مختلفة عم بيشهدها العالم من فيضانات وعواصف، بالإضافة لدرجات الحرارة اللي رح نتعرف عليها بفقرة جوية جديدة. بداية فقرتنا الجوية من مصر، حيث قالت هيئة الأرصاد الجوية أنه هيسود الطقس النهاردة في نشاط من الرياح وسقوط أمطار خفيفة مع ارتفاع نسبة الرطوبة. أوضحت الهيئة أنه القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية هتشهد طقس حار رطب نهارا، وهيكون الطقس شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.
مائل للحرارة رطب ليلاً على كافة الأنحاء، ونوهت الهيئة بأنه هيكون في ارتفاع في نسبة الرطوبة بيزيد من الإحساس بارتفاع حرارة الطقس على مدار اليوم، وبالتالي الحرارة العظمى في القاهرة الكبرى هتوصل ل 34 درجة مئوية. منروح للسعودية، والمتوقع أنه تبقى الفرص مهيئة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وأطربة مثارة على أجزاء من مناطق نجران وجازان وعسير وتمتد إلى الباحة، في حين تؤثر الرياح النشطة المثيرة للأطربة والغبار واللي بتحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة، الشرقية، الرياض، قصيم والحدود الشمالية، وكذلك على طول طريق الساحل من مكة المكرمة إلى جازان. وبيستمر الطقس حار إلى شديد تزيد الحرارة على المنطقة الشرقية وأجزاء من المنطقة الوسطى. في العراق التوقعات بتشير إلى طقس حار، وهتنخفض درجات الحرارة قليلا عن اليوم السابق في عموم البلاد، أما الرياح فهتكون شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، هتنشط في المنطقتين الوسطى والجنوبية خلال النهار، وهتسبب تصاعد للغبار في بعض الأماكن. أعلنت هيئة مراقبة الملاحة الجوية في أوروبا يورو كونترول أن الطقس السيء وخصوصا العواصف اللي ضربت القارة في يوليو أدت إلى زيادة في تأخير الطائرات في القارة، وتضاعف التأخير بسبب سوء الأحوال الجوية بمقدار مرتين ونصف المرة في يوليو الفائت مقارنة بيوليو 2022، في حين أن عدد الرحلات اللي تجاوز مليون لأول مرة منذ سبتمبر 2019 لم يرتفع إلا بنسبة 7% فقط خلال عام واحد. ووفقا للهيئة اللي بتضم 41 دولة بالقارة، فإن التأثير الرئيسي يأتي من العواصف الحرارية خصوصا بألمانيا، المجر وصربيا. كمان فيما يخص الرحلات الجوية، فحوالي أو أكثر من 500 رحلة جوية من مطار هارتسفيلد الدولي في أتلانتا الأمريكية اتلغت، وكمان حصل انقطاع في الكهرباء عن عدة مناطق في المدينة، ده بعد ما تعرضت ولاية جورجيا لعدة عواصف رعدية. السلطات في الولاية رفعت حالة الطوارئ إلى الدرجة الثالثة منذ منتصف ليلة أمس بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة. كمان ذكرت تقارير إعلامية أمريكية أنه شخصين على الأقل لقيا مصرعهما، وألغيت مئات الرحلات الجوية الأمريكية أو اتأخرت، وكمان انقطعت الكهرباء عن أكثر من 1,100,000 منزل وشركة تجارية مع تحرك العواصف الشديدة بما في ذلك البرد والبرق عبر شرق الولايات المتحدة. تسببت أمطار غزيرة بفيضانات وسيول وانزلاق تربة في السويد والنرويج، فيما أججت رياح عاتية حريقا في الدنمارك خرج عن السيطرة، على ما كما أعلنت السلطات وسط توقع هطول مزيد من الأمطار الغزيرة، وذلك بعد أن ضربت العاصفة هانس الدول الإسكندنافية نهاية الأسبوع الماضي مخلفة دمارا واسعا. وطلبت السلطات السويدية من أهالي بلدة إيري منتج التزلج في شمال شرق البلاد الابتعاد عن نهر سوسباكن بعد أن فاض عن ضفافه وحمل الوحل والصخور إلى البلدة، ملحقا أضرارا بالطرق والمنازل وفي النرويج المجاورة. أفادت الشرطة عن العديد من حالات انزلاق التربة في جنوب شرق البلاد، وأوردت وسائل إعلام أن أكثر من 100 شخص تم إجلاؤهم نتيجة لذلك. بعد هذا الحديث عن التغيرات المناخية وتأثيرها على العالم، خلونا نتابع درجة الحرارة ببعض العواصم العربية والعالمية.
بكده نكون وصلنا لنهاية فقرتنا الجوية. هناخد شوية أخبار عن عالم الاقتصاد في فقرة اقتصادية جديدة. بداية فقرتنا الاقتصادية من أمريكا، حيث تراجع العجز التجاري بيونيو مع انخفاض الواردات إلى أدنى مستوى منذ 2021، وهذا الأمر اللي بيعكس طلب أكثر اعتدالاً على البضائع من جانب المستهلكين. وأظهرت بيانات وزارة التجارة أن العجز في تجارة السلع والخدمات تقلص بمقدار 2.8 مليار دولار، مسجلاً أدنى مستوى بثلاثة أشهر ببلوغه 65.5 مليار دولار، فيما انخفض إجمالي الواردات ب 1% إلى أدنى مستوى منذ نوفمبر 2021، وتراجعت الصادرات ب 0.1%. قالت وزارة الخارجية الصينية إنه يجب على الاتحاد الأوروبي رفع قيود التصدير إذا كان يريد معالجة الخلل التجاري بدلا من توجيه اللوم إلى بكين. وردا على مفوض التجارة في الاتحاد الأوروبي الذي وصف العجز بأنه صاعق في مقابلة مع صحيفة سابقة، قالت وزارة الخارجية أن الصين لم تسعى أبدا إلى تحقيق فائض تجاري عن عمد. أوضحت بيانات اقتصادية أن إيرادات الطاقة الروسية تراجعت بنسبة 41.4% في الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، وذلك في الوقت انقلب فيه فائض موازنة البلاد في العام الماضي إلى عجز منذ بداية 2023. وأرجعت وزارة المالية الروسية تقلص إيرادات الطاقة إلى انخفاض أسعار خام الأورال وصادرات الغاز الطبيعي، وكلاهما تأثر بشكل مباشر بالعقوبات الغربية على روسيا. ومع ذلك قالت الوزارة أن عائدات الطاقة تجاوزت الأهداف بشكل مريح في عام 2022، وفي طريقها الآن لتجاوز الهدف الأساسي للعام البالغ 8 تريليونات روبل. اتسع العجز التجاري الكندي إلى 3.730 مليار دولار كندي في يونيو من مايو، هو الأكبر خلال ما يقرب من 3 سنوات، حيث انخفضت الصادرات بنسبة 2.2% متجاوزة انخفاض الواردات بنسبة 0.5% حسب ما أظهرت بيانات هيئة الإحصاء الكندية. وعدلت هيئة الإحصاءات الكندية العجز في مايو إلى 2.680 مليار دولار كندي من 3.440 مليار دولار كندي في البداية. واتسع العجز التجاري لكندا مع دول أخرى غير الولايات المتحدة أكبر شريك تجاري لها إلى أعلى مستوى له على الإطلاق في يونيو، حيث انخفضت الصادرات على أساس شهري بنسبة 5.5%، بينما انخفضت الواردات بشكل طفيف. وفي القاهرة، المؤتمر العربي الثالث للادخار والثقافة المالية بمشاركة رسمية وأهلية واسعة تشمل صانعي السياسات والجهات الرقابية ومقدمي الخدمات المالية، بالإضافة إلى مؤسسات الحماية الاجتماعية ومؤسسات تمكين الشباب والمنظمات غير الحكومية والجمعيات الأهلية والمحنية، وذلك لمناقشة الثقافة المالية والشمول المالي والتأمين والاستثماري في مصر والدول العربية. ويقام هذا الحدث الإقليمي في الفترة من 10 إلى 12 من أكتوبر القادم تحت رعاية كل من البنك المركزي المصري، وزارة المالية ووزارة التضامن الاجتماعي، والهيئة العامة للرقابة المالية، والبورصة المصرية. وبهيدا الخبر بنكون وصلنا لنهاية فقرة الاقتصادية. خلونا ننتقل لجولة حول أبرز عناوين الصحف ووكالات الأنباء العربية والعالمية. We'll be right back.
البداية من صحيفة المغرب التونسية والتي ركزت على خبر استقبال رئيس الجمهورية التونسي قيس سعيد بقصر قرطاج وزير الخارجية المصري سامح شكري. وقالت رئاسة الجمهورية التونسية إن الرئيس سعيد أعرب عن حرص تونس على مزيد من تعزيز علاقات الأخوة الصادقة والتعاون المثمر القائمة مع مصر في شتى المجالات، وعزمها على الارتقاء بها إلى أعلى المراتب وتنويعها وتذليل الصعوبات التي قد تعترضها لما فيه خير الشعبين الشقيقين ومصلحتهما المشتركة. كما تم التطرق خلال هذا اللقاء إلى جملة من الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. إلى موقع يورو نيوز اللي تحدث عن ختام القمة اللي بتجمع الدول واللي بتتشارك حوض الأمازون في مدينة بلم البرازيلية اليوم الأربعاء، واللي عقدت للبحث في التحديات اللي بتواجهها المنطقة على أمل يعني إيجاد حلول ملموسة لاحترار المناخ. وقال الموقع أنه من بين أهداف هذه القمة الاستراتيجيات المشتركة لمكافحة قطع الأشجار أشجار الغابات وتعزيز التنمية المستدامة في هذه المنطقة الشاسعة واللي بتحتوي على حوالي 10% من التنوع البيولوجي على الكوكب، وتختتم القمة اليوم أعمالها. نقلت صحيفة The Guardian البريطانية آخر تطورات إضراب الأطباء في إنجلترا، إذ قالت الجمعية الطبية البريطانية إن الأطباء الاستشاريين في إنجلترا سيضربون ليومين إضافيين في سبتمبر إذا استمرت الحكومة في رفض محادثات الأجور وفشلت في تقديم عرض مقبول لتوفيق الأوضاع. وأرسل الاستشاريون إلى وزير الصحة البريطاني ستيف باركلي لإبلاغه أنه بالإضافة إلى الإضرابات التي سيقوم بها المستشارون في الرابع والخامس والعشرين من أغسطس، ستكون هناك إضرابات إضافية يومي 19 و20 من سبتمبر ما لم توافق الحكومة على مزيد من المفاوضات. ويأتي هذا قبل 5 أيام من إضراب الأطباء المتدربين اعتبارا من يوم الجمعة القادم. نشرت صحيفة بوليتيكو الأمريكية تصريحات المدير العام لوكالة الفضاء الأوروبية جوزيف أتش باتشر إن الإطلاق الأول لنظام صاروخ أريان 6 من الجيل التالي لصواريخ الوكالة الأوروبية والتي سيتنافس مع صواريخ سبيس إكس المملوكة لإيلون ماسك لن يحدث بالتأكيد حتى عام 2024 على أقرب تقدير. وقال أتش باتشر أن وكالة الفضاء الأوروبية ووكالة الفضاء الفرنسية ومطوري الصواريخ يؤكدون أن الإطلاق الافتتاحي مستهدف الآن في العام القادم، وهو ما يعرض برنامج الصواريخ الفضائية الجديد للتأجيل أكثر مما كان متوقع له. قالت صحيفة الوطن المصرية إن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري عقد اجتماعا لمتابعة الخطوات والإجراءات الخاصة بتنفيذ مشروع تطوير الواجهة السياحية غرب مدينة العالمين الجديدة. وأشار رئيس الوزراء إلى أن الاجتماع يأتي لاستعراض المخططات الخاصة بإطلاق واجهة سياحية عالمية جديدة على مدار العام في الساحل الشمالي لمصر، تعظيما لما تتمتع به تلك المنطقة الواعدة من مقومات تجعلها منطقة جذب سياحية، وهو ما يتطلب إقامة المزيد من المنشآت الفندقية والسياحية في هذه المنطقة. قالت وكالة أسوشيتد بريس الأمريكية إن البيت الأبيض عقد قمة الأمن السبراني الأولى له بشأن هجمات برامج الفدية التي تصيب المدارس الأمريكية والتي تضمنت قراصنة يسربون بيانات طلابية حساسة مثل السجلات الطبية والتقييمات النفسية وتقارير الطلاب. وقالت السيدة الأمريكية الأولى جيل بايدن إذا أردنا حماية مستقبل أطفالنا فعلينا حماية بياناتهم الشخصية، يستحق كل طالب الفرصة للجوء إلى مدرسته عندما يواجه صعوبة ولا يقلق من مشاركة أفكاره مع العالم. وقد أقيمت هذه القمة بصورة عاجلة بعدما أبلغت 48 منطقة على الأقل عن هجمات برمجيات الفدية هذا العام بالمدارس الأمريكية. ومن صحيفة اليوم السعودية والتي تناولت مباريات نصف نهائي البطولة العربية للأندية والمقرر إقامتها اليوم،
ونقل التصريحات أحمد صلاح المدير الفني لفريق الشرطة العراقي، والذي شدد على قوة منافسه النصر قبل المواجهة التي تجمع الفريقين مساء اليوم. وأضاف مدرب الشرطة العراقي النصر يستطيع مجاراة ريال مدريد وبرشلونة، مؤكدا على أنه عندما تواجه فريقا مقاربا تكون الخطوط متساوية، ولكن عندما تواجه فريقا عالميا فإن أي خطأ يكلف الكثير. ومن المقرر أن يلتقي النصر السعودي نظيره الشرطة العراقي، كما يلتقي الهلال مع الشباب في قمة سعودية اليوم في نصف نهائي البطولة العربية للأندية. ولمزيد من التفاصيل حول مباريات نصف نهائي البطولة العربية للأندية ينضم إلينا من مدينة السعيدية المغربية الصحفي الرياضي الأستاذ أيمن زيزي. صباح الخير أستاذ أيمن. لو نتحدث عن هذه البطولة، يعني وصل حوالي 3 فرق سعودية إلى نصف النهائي من أصل 4، هل هذا يعني أن هناك هيمنة سعودية على هذه البطولة ربما لكثرة الانتدابات والصفقات من العيار الثقيل التي تمكنت الأندية السعودية من جذبها إلى الدوري السعودي؟ صباح الخير سيدي. كما أشرتم إلى ذلك، الكرة السعودية تعيش طفرة جديدة هذه السنة. أكيد أنه ما حصل وخلق صندوق الاستثمار لجلب أبرز اللاعبين من كرة القدم في العالم، هذا انعكس إيجابيا على الأندية السعودية وأصبحت أكثر تنافسية أكثر قوة، ولاحظنا النتائج لها في كأس العرب الأخيرة كانت نتائج مبهرة. من أصل 4 فرق مشاركة تأهلت الأربعة إلى دور الربع النهائي مع مواجهة بين الاتحاد والهلال السعوديين، وبالتالي الآن يتواجد 3 فرق في المربع الذهبي. أكيد أنه عندما تجلب لاعبين متميزين عالميا في الصف الأول فأكيد أنك لك فرص كبيرة للفوز بالمقابلات، وهذا يتضح. أظن أنه الأندية السعودية ستكون أكثر قوة مستقبلا بحكم انتدابات كبيرة، وأكيد أنه هذا كل ذلك سيصب في تطور الكرة السعودية وفي تبوؤها الرياضة على المستوى الآسيوي وقريبا لما لا المستوى العالمي، ودخول البطولة السعودية الدوري السعودي احترافي روشن إلى قائمة العشر بطولات الأقوى في العالم. سيد أيمن، يعني هناك أيضا مواجهة مهمة ليلة بتجمع النصر السعودي مع الشرطة العراقي بنصف نهائي البطولة العربية للأندية، يعني لو تحدثنا أكثر عن هذه المباراة وفرص الفريقين في الفوز. والفريقين معاً تواجدا في الدور الأول في نفس المجموعة وانتهت مقابلتهما، يعني أظن أنه فريق النصر فريق يضم نجوم عالميين، أولهما كريستيانو رونالدو، ثم التحق به مؤخراً سايدو ماني اللاعب السنغالي، وبالتالي فرصه قوية للفوز بهذه المقابلة بحكم الفرديات. لكن على المستوى الجماعي الفريق العراقي الشرطة العراقي فريق قوي، فريق متماسك وقادر أنه يخلق المفاجأة، ولا ننسى أنه أخرج فريق السد القطري بنجومه من الدور الربع النهائي، وبالتالي هذه المواجهة يمكن على الورق أن تكون في صالح فريق النصر، لكن ما أبان عنه فريق الشرطة العراقي يؤكد أن هذه المقابلة ستبقى مفتوحة على جميع الاحتمالات، وأن إمكانية إحداث المفاجأة من طرف الشرطة العراقي يبقى وارد جدا. نعم، ربما تصريحاته بأن هناك فريق عالمي اسمه النصر ربما يخفف من يعني حدة أو الضغوط قبل هذه المباراة على فريقين. إذا ذهبنا إلى مباراة أخرى مثيرة تجمع الهلال السعودي مع الشباب السعودي في نصف نهائي البطولة العربية بنكهة سعودية كما ذكرنا، هيمنة سعودية في هذه البطولة، كيف ترى تلك المواجهة الجماهيرية أيضا؟ وهذا ديربي، هذه مقابلة سعودية محضة، يعني مكشوفة الأوراق
الهلال كان في مجموعه قويه لما السد واهل طرابلسي الليبي والوداد الرياضي لم يظهر في البدايه بالمستوى الكبير، لكن مع مرور المباريات يعني اتضح بانه رفع من مستواه طوره، وبالتالي مواجهته للاتحاد السعودي في ديربي في دور الربع خلاته يلعب جميع اوراقه وفاز بمقابله بحصه كبيره 4-2. الان يواجه فريق اخر، فريق سعودي اللي حصل صداره الترتيب مجموعته بسبع نقاط مع النصر يعني في الرتبه الثانيه، وبالتالي يعني مقابله مفتوحه على جميع الاحتمالات. اكيد انه غنشوفوا مقابلات كثير من النديه، كثير من فرص التسجيل، واكيد ان كما اشرتم في البدايه الكره السعوديه حاضره بقوه في النهائي، واحتمال كبير ان نشوفوا نهائي سعودي في كاس عرب تحمل اسم العاهل السعودي الملك سلمان. طيب استاذ ايمن، يعني على ذكر السعوديه وال يعني المشروع السعودي في استقطاب وجعل الدوري السعودي ضمن افضل 10 دوريات على مستوى العالم، ما هو تعليقك على ربما التقارير التي اشارت الى رفض النجم المصري محمد صلاح الانضمام الى احد الانديه السعوديه وبقائه مع ليفربول كما صرح وكيل اعماله؟ واكيد انه الان السعوديات تلعب ورقه المال، وبالتالي هناك اغراءات للاعبين من اجل القدوم الى الدوري السعودي. هذا مشروع جديد لا تصوره رؤيه اللاعبين المحترفين، يعني كل لاعب وعنده اهدافه ومشروعه الرياضي ومشروعه المالي، وبالتالي هذا يجب احترام قرارات اللاعبين سواء الذين قرروا انهم ينضموا الى الدوري السعودي او الذين قرروا انهم يستمروا في اوروبا. وبالتالي هناك لاعبين اكيد انهم تيشوفوا بانهم قادرين على العطاء في اعلى مستوى على اوروبا، وبانه نعم. واعتقد كمان مرابط القائد المغربي ايضا يعني يفضل البقاء في الدوريات الاوروبيه، رفض العروض السعوديه على حسب التقارير التي يعني متداوله. اشكرك بطبيعه الحال على تعليقك وعلى كافه هذه المعلومات. الاعلامي المغربي ايمن زيزي، شكرا جزيلا لك على كل هذه المعلومات. منكمل مع صحيفة شالونج الفرنسية واللي نشرت تصريحات وزير الجيش الفرنسي سيباستيان ليكورنيو اللي رفض فيها طرحا يعتبر أن عملية برخان باءت بالفشل، وذلك ردا على كتاب مفتوح وجهه 100 عضو في مجلس الشيوخ الفرنسي للرئيس إيمانويل ماكرون. وقال ليكورنيو أن الجيش الفرنسي لم يتوقف عن دحر الجماعات الإرهابية في منطقة الساحل وقد أنقذ آلاف الأرواح، وهناك وحمى أرواح الفرنسيين من مخاطر اعتداءات على تراب الدولة. وقال الوزير الفرنسي أن عملية برخان لم تفشل وأنه من الخطأ قول ذلك، مشددا في المقابل على وجود فوائد يجب استخلاصها كما هي الحال في كل الأزمات وفي كل العمليات العسكرية. لنعرف مزيد من التفاصيل حول هذا الخبر وغيره من أخبار الصحف الفرنسية، منرحب معنا بمراسلنا مراسل القاهرة الإخبارية بمارسيليا خالد شقير. صباح الخير خالد، يعني ما هي دلالات تصريحات وزير الجيش الفرنسية وإلى أين تتجه البوصلة الفرنسية في أزمة الساحل الإفريقي؟ صباح الخير، صباح الأمل، صباح الخير، صباح العمل، صباح جديد، صباح سعيد طبعا ليكي شيرين وأيضا لزميل محمد ولكل مشاهدي القاهرة الإخبارية في كل مكان. الحقيقة اهتمت الصحف الفرنسية صباح هذا اليوم بما يحدث في النيجر وبصفة خاصة بعد أن قامت جميع الطلبات ومن بينها وزير الخارجية البرنس الأمريكي بلينكن بأهمية إعطاء الفرصة للتفاوض مع الكثير من المسؤولين في الانقلاب في النيجر. الحقيقة يعني الصحف الفرنسية أيضا أظهرت عبر كثير من المواقع ونقلا عن وكالة الأخبار الفرنسية وعلى جريدة لوفيجارو هذه رسالة من 96 نائب
من مجلس الشيوخ الفرنسي معظمهم من حزب الجمهوريين الفرنسيين، وهم يطالبون الحكومة الفرنسية بتوضيحات. ونشر موقع شالانج تصريحات سباستيان لوكيرنو وزير الجيش الفرنسي، والذي تحدث فيها بأن الجيش الفرنسي أنقذ الكثير من العمليات الإرهابية التي كانت يمكن أن تحدث في فرنسا، وأنقذ الآلاف من الجنود، وأنه بالرغم من خروج فرنسا من مالي وبوركينا فاسو، إلا أن تواجدها في النيجر هو تواجد استراتيجي، وأن علاقة الجنود المتواجدين في القاعدة الفرنسية في النيجر علاقة متميزة مع العسكريين على حد قوله داخل النيجر. نستطيع القول أن هناك نوع من أنواع عدم الرضا لتناقص الدور الفرنسي داخل إفريقيا وداخل دول الساحل، وذلك طبعا لمحاربة الإرهاب. طيب خالد، يعني هناك تصريح أو ربما هناك خبر آخر يتحدث عن أن وزير الداخلية الفرنسي يحاول إيجاد مخرج لأزمة ضباط الشرطة في مارسيليا الذين تم إيقافهم، فما القصة؟ محمد، الحقيقة منذ أحداث العنف التي راح ضحيتها الشاب نائل في نانتير بشمال فرنسا بأحد الأحياء بباريس، قامت عدة اعتداءات داخل المدن الفرنسية، جعلت وزير الداخلية جيرال دارمانا يقوم بإصدار قرار بأهمية استدعاء القوات الاحتياطية، وهذه من ضمن هذه القوات الاحتياطية قوات خاصة بالمداهمة السريعة أو قوات التدخل السريع، والتي كانت تقوم بتنظيم، حيث أحدثك هنا ومن خلفي، عمليات المرور وأيضا الكثير من عمليات التكسير، حيث أن هنا وقسم شرطة الرئيسية للمدينة كان هناك عامل يدعى محمد بي. محمد كان على دراجته البخارية، تم استهدافه بطلقة حسب السلطات الصحية، هذه الطلقة هي التي تسببت في حدوث أزمة قلبية، تم تفريغ الكاميرات بالمنطقة وأيضا بأحد المحلات المتواجدة هنا من خلفي، ولهذا تم إلقاء القبض واحتجاز 5 من قبل شرطة الشرطة. منذ قليل علمنا أن هناك 2 منهم تم خروجهم، والآن الإبقاء على 3 فقط في لمدة 48 ساعة في إطار التحقيق لهذا الأمر. وهذه ليست المرة الأولى، الحقيقة جيرال دارمانا واصل مارسيليا في زيارة غير معلنة لا يوجد فيها صحفيين، وذلك للالتقاء برجال الشرطة، لأن هناك الكثير من طلبات الإجازات الصحية قامت بها الشرطة المدنية في هذه المرة، وبصفة خاصة نعم، بعد أن تم إيقاف أحدهم نتيجة لاعتداءه أيضا على شاب آخر يدعى مهدي، ولهذا هي محاولة لعودة الطمأنينة وبث الروح مرة أخرى للشرطة، حيث أنها تجد نفسها في نهاية المطاف قيد التحقيق. نعم، أشكرك خالد على هذا التوضيح، وكالعادة يعني الإفادة بكل ما يخص أو كل ما يدور بفرنسا. أشكرك شكرا جزيلا على كافة هذه التفاصيل، زميلي خالد شخير مراسلنا، مراسل القاهرة الإخبارية من مارسيليا، شكرا جزيلا لك.
ومنكمل صباح جديد وموضوع يعني مفضل لنا منحبه وهو موضوع فني وعن المهرجانات طبعا وعن افتتاح الدورة العاشرة للمهرجان الدولي لموسيقى الشباب بالعاصمة المغربية رباط واللي بتنطلق فعالياته غدا الخميس. وهيعود المهرجان الموسيقي الأشهر بدورته العاشرة بعد توقف دام 3 سنوات متتالية بسبب أزمة فيروس كورونا العالمية. بالضبط الدورة العاشرة هتكون مميزة وهيحاول صناع المهرجان تعويض فترة الغياب بمجموعة كبيرة من الحفلات من مختلف دول العالم حيث سيشمل أكثر من 15 حفل موسيقي متنوع مثل الهيب هوب والراب والموسيقى الإفريقية وغيرها. طيب للتعرف أكثر عن هذا المهرجان دورته العاشرة لقائنا مع السيد موسى العريف مدير المهرجان الدولي لموسيقى الشباب بدورته العاشرة ينضم لنا مباشرة من الرباط. أهلا بك معنا أستاذ موسى ويعني عود حميد للمهرجان بعد إيقافه في البداية. حدثنا عن التحديات ربما التي قابلتكم في هذه الدورة خاصة وأنها تمثل عودة بعد انقطاع دام 3 سنوات. شكرا جزيلا لك على هذه الاستضافة في هذا الصباح المبارك. شكرا للقناة الإخبارية القاهرة الإخبارية. هو العودة هي بعد القطيعة وبعد جائحة كورونا ضروري أن تكون عودة حميدة، عودة بحمولة ثقافية وفنية بانتظارات سواء من طرف الجمهور الفني للمهرجان أو من طرف الفنانين المشاركين. لهذا العودة كانت ب 15 عرض فني متنوع فيه موسيقى إفريقية، موسيقى حضارية، الراب، سواء الفنانين المحليين أو فنانين أجانب من أوروبا ومن كندا، وكذلك فنانين مغاربة العالم. هذا هو التنوع. 15 حفل فني سوف يتم التنوع ديالو على هذا الشكل التالي. نعم سيد موسى، يعني فترة انقطاع 3 سنوات ولكن عودة غنية وقوية للمهرجانات، يعني لو تخبرنا أكثر عن مثلا تفاصيل المهرجان وما هو الجديد هذه السنة. الجديد هذا السنة هو أنه حاولنا نشركوا الطاقات الشابة، لأنه تنعرفوا من بعد جائحة كورونا الأكثرية ديال الشباب اللي كان عندهم مشاكل أنهم في المنازل ديالهم، عدم توفر على آلية التسجيل أو عدم توفر على التقنيات المحترفة لأجل الصناعة الموسيقية. ولهذا قمنا ببرمجة 4 دورات تكوينية سواء في تقنية الكتابة أو تقنية التسجيل والماسترينج، تقنيات ما نسميه بالمسار الفني المحترف للشباب. وهذه الدورات التكوينية غادي تكون على مدى 3 أيام في طيلة أيام المهرجان، وكذلك سيتم اختتام هذا الماستر كلاس بصعود هذا الشباب المنصة الكبرى اللي غادي يكونوا فيها العروض الفنية، وسيتم تتويج 6 شباب من أصل 100 بدروع تحفيزية وكذلك لأجل المواكبة ديالهم في المستقبل. والعروض الفنية غادي تقسم على 5 عروض كل يوم، عروض موسيقية صاخبة، عروض تلبي حاجيات الجمهور سواء الجمهور المغربي أو الجمهور العربي. واضح أنه هتكون وجبة متنوعة بتضم ثقافات مختلفة وأذواق مختلفة في عالم الموسيقى. لو تتحدث معنا أكثر عن تفاصيل حفل الافتتاح غدا، ما الذي يعني سننتظره في هذا الافتتاح؟ حفل الافتتاح غدا هو بما أنه الرباط هي عاصمة الثقافة الإفريقية، سيتم افتتاح الحفل بعرض فني إفريقي غادي يؤديه مغني شاب ذو أصول كوديفوارية. هو الحفل اللي غادي يتم به احتفال الافتتاح،
ومن بعد غادي ندوزوا لواحد العرض فني اللي غادي تقدمه شابه من شباب من شابات مدينه الرباط ومغنيه الراب الاسم ديالها مينيرفا، واحده من ابرز العروض اللي غادي تكون في حفل الافتتاح. فيما سيتم باقي العروض من طرف شباب من مختلف المدن المغربيه، على سبيل الذكر من مدينه اكادير، من مدينه طنجه، وكذلك من مدينه الرباط. أستاذ موسى العريف مدير المهرجان الدولي للشباب، نشكرك جدا كنت معنا من الرباط. يعني من الموضوعات الصحية اللي تكلمنا عنها وذكرناها بأول الحلقة أنه بتهم عدد كبير من الناس، وهي مشكلة فقر الدم، لأنه بدراسة حديثة استمرت لثلاثة عقود ونشرتها مجلة لانست العلمية أشارت أنه ارتفاع عدد المصابين بفقر الدم بالعالم بشكل غير مسبوق، خصوصا بين الفئات العمرية الصغيرة وبين النساء مقارنة بالرجال. كمان بتشير الدراسات إلى أنه ربع سكان العالم بيعانوا من فقر الدم، مع زيادة حادة للإصابات بين النساء والأمهات والفتيات صغيرات السن والأطفال ما دون سن الخامسة. في أمريكا مثلا ارتفعت معدلات الإصابة بالأنيميا أو فقر الدم لأرقام قياسية بمعدل 24 مليون حالة إصابة خلال السنوات الأخيرة. لنناقش هذا الأمر بشكل متخصص أكثر مع بروفيسور فؤاد عودي رئيس رابطة الطبية الأوروبية بالشرق الأوسطية ورئيس نقابة الأطباء الأجانب في إيطاليا. صباح الخير دكتور، أهلا وسهلا فيك بصباح جديد. لماذا هذا الارتفاع لنسبة فقر الدم بالعالم خلال الفترة الأخيرة بصورة ملحوظة؟ تسمعني دكتور؟ يعني موضوع فقر الدم حساس جدا ومهم دكتور، مفروض يعني يقول لنا الفترة دي ليه ظهر إلى العلن ولا ظهر بكثرة هذا المرض؟ إيه الأسباب اللي أدت إلى ارتفاع نسب فقر الدم عالميا خلال الفترة الأخيرة؟ طبعا واحدة خاصة بين النساء والأطفال يعني تحديدا، بالضبط، والفتيات صغيرات السن كمان بيعانوا من هذا الأمر. الحقيقة مشكلة الأنيميا إنه ما بتعرفهاش غير لما بيحصل إنه يعني مشاكل والعوارض اللي بتظهر، عوارض، وبعدها تروحي تكشفي وبعد كده تتفاجئي إن أنت عندك فقر دم أو أنيميا. طيب خلينا نرجع لدكتور ونعرف منه لماذا بهذا الوقت في الذات يعني ظهر هذا مرض فقر الدم. صباح الخير للجميع. بالنسبة لهذا فقر الدم يعني لازم نعرف شو الأسباب اللي بتسبب إنه عند الشخص يغدى مرض فقر الدم. زي ما بنعرف إنه كرات الدم الحمراء مهمة لنقل الأكسجين من القلب لجميع جسم الإنسان، ومهم لكرات الدم الحمراء وجود الحديد، وجود الفيتامينات، خصوصا فيتامين بي 12 وفيتامين سي. عشان يتكون الكرات الدم الحمراء في نخاع العظام لازم يغدى موجود الحديد. في المدة الأخيرة في عندنا كثير من السكان في عندهم نقص في هاي في نقص الدم او ضعف الدم او الانيميا، وهي عديده الانواع، وخصوصا لازم ناخذ في عين الاعتبار انه لا تتعلق في فقط في الدول الفقيره، وهي موجوده كثير في الدول الغنيه. مثلا في امريكا 3% من سكان امريكا عندهم نقص او ضعف الدم بسبب نقص الحديد. عشان هيك لازم نعرف شو أسباب اللي بتخلي عند الشخص ضعف الدم. منه النقطة الثانية المهمة هو يصيب كثير النساء والأطفال، وخصوصا النساء والفتيات بالنسبة للدورة الشهرية، لأنه في فقد دماء كثيرة وفي فتيات عندهم الدورة الشهرية يعني بتستمر
أزيد من لازم أو بتخسر كثير من الدم ومنه هيموغلوبينا وحديد وبسبب لها أنيميا، وخصوصا النساء الحامل. وعشان هيك الأطفال اللي بنولدوا قبل الفترة الزمنية لهم أو لم يأخذوا طب دكتور فؤاد هل أو الحليب من الأم بيصير عندهم نقص في الضعف. طيب دكتور فؤاد هل يعني هذه الدراسة حينما تحدثت عن أن نسب فقر الدم هي من بين النساء، كان هذا المقصود النساء الحوامل أم بشكل عام النساء؟ وأيضا ذكرت الأطفال هم أيضا يعني يعانون من فقر الدم، لماذا الأطفال أيضا؟ الأطفال زي ما بنعرف إنه الأم الحامل بدها أكسجين وبدها دم، وخصوصا جسمها يعمل إلها ويعمل للطفل خصوصا في للجنين، عشان هيك في تضاعف بالنسبة لنسبة الهيموغلوبينا والأكسجين والحديد والفيتامينات اللازمة، عشان هيك بيصير نقص كثير وليس دائما للطفل اللي هو بحاجة لأنه يوصله كل المواد الغذائية بشكل مستمر وبشكل بكمية كافية. في نفس الوقت الطفل كثير من المرات بخدش الحليب الكافي وبخدش الحليب من الأم الكافي أو الحليب الاصطناعي، عشان هيك بصير عنده نقص. وفي النساء بشكل عام تقريبا ضعفين نسبة الأنيمية فيهن بالنسبة للرجال، زي ما شرحنا بالنسبة للحمل، بالنسبة للدورة الشهرية، بالنسبة للأمراض. طيب دكتور يعني كيف بيتعرف الأشخاص على إصابتهم بفقر الدم، وإمتى فينا نقول هذا فقر دم أو وصلنا لمرحلة الأنيميا؟ هسا بيبدأ ببعض الأعراض اللي الشخص بشعر بتعب، صداع إيديه وجريه القدم ببرودة، يعني لما واحد يسلم على شخص عنده أنيميا بشعر إنه إيده مرار، بكله أنا شعر إيدك مثلجي يعني باردة. ليش؟ لأنه بوصلش كمية دم وأكسجين، المهم الأكسجين للإيدين والإيدين. في نفس الوقت دقات القلب بتغدى أسرع بكثير. ليش؟ لأنه في نقص أكسجين وفي نقص حديد وفيتامينات. وفي نفس الوقت الأسباب اللي كل هاي الأسباب بتخلي الدكتور إنه يطلب من الشخص إنه يعمل تحليل الدم عشان نشوف كمية ونسبة الهيموغلوبينا، نسبة الحديد، نسبة الفيتامينات، وحسب نوع الأنيمية. لأنه زي ما ذكرنا الأنيمية أو ضعف الدم عديدة الأنواع، واليوم السبب المهم إنه موجود في الدول الغنية، لأنه في عنا ارتفاع بعد البندمية خصوصا أو بعد وباء كورونا فيروس، في عنا أمراض كثيرة من ناحية نفسانية، من ناحية أمراض العظام، طيب، الجهاز الهضمي، وسرطانات، وخصوصا سرطانات العظم. لأنه طيب دكتور فؤاد يعني هذا فيما يخص الأعراض وأسباب ارتفاع نسب فقر الدم بالسيدات والأطفال، ماذا عن وسائل الحماية الصحية من فقر الدم؟ هنا لازم زي ما احنا شرحنا بالنسبة للأسباب، هي نقص في هاي المواد المهمة بالنسبة للفيتامينات. لازم أهم شيء الوقاية تبدأ من الغذاء، الرياضة، الغذاء لازم يغدى غني في فيتامينات وحديد. اليوم في عنا نسبة عالية من الأشخاص اللي عندهم أنيميا الذين لا يأكلون اللحوم، عشان هيك أو الخضروات المفيدة اللي غنية في الحديد، عشان هيك لازم بالوقاية نبدأ بغذاء اللي بيشمل جميع المواد اللي مهمة للهيموغلوبينا وللدم
ولا قوة الدم، وخصوصا اللحوم الحمراء، السمك، الخضروات، وكل الأشياء الغنية بالحديد. وفي نفس الوقت إذا الشخص بشعر في تعب أو أول أعراض اللي عنده يعني احتمال، إذن يعني بشكل عام الوقاية تبدأ بنظام غذائي شامل أو متكامل به كافة العناصر الغذائية كي يصل الطفل أو السيدة إلى الكمال فيما يخص يعني مقاومة يعني أي أعراض ربما تظهر بسبب هذا النقص الغذائي. أشكرك شكرا جزيلا بروفيسور فؤاد عودة، رئيس الرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية ورئيس نقابة الأطباء الأجانب في إيطاليا، شكرا جزيلا لك. يعني أصبح تزايد ومش منحصر على دولة مثلا فقيرة، لا يعني البروفيسور قال إنه نسب فقر الدم موجودة حتى في الدول الغنية، المفروض نسبة الوعي أكتر، الحالة الاجتماعية أو المقدرة على يعني إنه يبقى البيت فيه كافة العناصر الغذائية موجودة، إلا إنه موجود ومنتشر كمان في الدول المتقدمة أو الدول الغنية كمان. يعني مثل ما قال الدكتور، النظام صحي كتير مهم، تابعة مع الدكاترة كتير مهم، خاصة مع الأطفال. بيتهيأ لي يعني سرعة الحياة خلت الأكل غير صحي، وهذا ممكن يكون عم بيأثر على فقر الدم. لازم يبقى في وقفة والناس ترجع تراجع الأمر ده، لأنه بيخص صحتنا جميعا من بداية من الأطفال حتى الكبار. يعني بنتمنى السلامة للجميع طبعا. يمكن صباح جديد وصل لنهايته، ولكن برامج القاهرة الإخبارية مكملة معكم عشان تنقلكم كل ما هو جديد على الساحة العالمية وقت يعني مباشر دائما. القاهرة الإخبارية، إلى اللقاء.